الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد انتهينا إلى قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في ذكر الجائز في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض البشرية التي لا تنافي علو رتبتهم كالمرض ونحوه، بدليل مشاهدة ذلك فيهم وفي اتصافهم بها يعني راجع إليه إلى الأعراض. فوائد لا تخفى. وقفنا عندي فقولنا الأعراض كده، فقولنا الأعراض. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين أمين، فقولنا الأعراض احتراز من مذهب النصارى في وصفهم سيدنا عيسى عليه السلام بالصفة القديمة. يعني لأن الصفة القديمة ليست عرضا، فكونهم عليهم الصلاة والسلام يتصفون بالأعراض هذا دليل على أنه ليسوا بآلهة وليسوا واجبي الوجود وليس لهم صفة القدم، فما قام به الحادث فهو حادث. فالأعراض تقوم بهم. لماذا؟ لأنهم بشر مخلوقون ليسوا آلهة ولم يجب لهم الوجود ولم يجب لهم القدم، بخلاف النصارى لعنهم الله تعالى حيث وصفوا عيسى عليه السلام بالصفة القديمة. نعم. وقولنا البشرية احتراز من اعتقاد الجاهلية أن البشرية تنافي الرسالة. الأعراض البشرية، الصفات الإلهية لا يقال لها أعراض. ليه؟ لأن العرض يتغير، العرض ينعدم. يبقى إذن الأعراض البشرية، يبقى الصفات البشرية تسمى أعراض لأنها تتجدد وتكون بعد بعد حدوث وتتغير من حال إلى حال. لكن إذا وصفوا إذن صفة البشر أو صفة الحادث لا تكون إلا حادثة، لا يصح وصف الحادث بصفة القدم. هنا الأعراض احتراز من مذهب النصارى في وصف عيسى عليه السلام بالصفة القديمة. إذن ما هي الصفة القديمة؟ اللي هي صفات الألوهية، لأن صفات الألوهية لا تكون إلا قديمة، لأن الذي يقوم به الحادث فهو حادث. فلأجل هذا تسمى الصفات البشرية أعراض. كان العلم فيك عرض، الألوان فيك عرض، الحركة، السكون، كل ما قام بك فهو أعراض. بالنسبة لله تعالى علمه لا يقال عرض، ولا قدرته ولا حياته، حياة فيك عرض تنعدم، إنما بالنسبة للصفات الإلهية يقال صفات ولا يقال أعراض. فقولنا الأعراض احتراز من مذهب النصارى في وصفهم عيسى عليه السلام بالصفة القديمة، يعني بصفات الله تعالى. وقولنا البشرية احتراز من اعتقاد الجاهلية أن البشرية تنافي الرسالة. يعني الجاهلية أو أهل الجاهلية اعتقدوا أن الرسل لا يكونون بشرا، أبعث الله إلا أن قالوا كده، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فكأن الرسل عندهم لا يكونون من البشر،
يعني عاوزين الرسل يكونوا ايه من الملائكة. وقولنا التي لا تنافي علو رتبتهم احتراز من اعتقاد اليهود وكثير من جهلة المؤرخين والمفسرين اتصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنقيصة المعصية والمكروه ونحوهما. يبقى خد بالك، هم عليهم الصلاة والسلام بشر مثلنا ويتصفون بالأعراض البشرية، ولكن عندك ايه؟ عندك احترازان، الأول البشرية والتي لا تنافي الرسالة أو لا تنافي علو رتبتهم، يعني الأعراض البشرية التي تنافي مكانتهم وتنافي منزلتهم لا يتصفون بها مع كونهم ايه؟ بشر. خلاص كده؟ يوصفون بالأعراض البشرية اللي غير منافية لإيه؟ لمقاماتهم العلية، خلافا لمين؟ فيه اللي اعتقد انهم لا يوصفون بالأعراض البشرية زي اعتقاد النصارى مين في المسيح عليه السلام، ولكن يوصفون بالصفات القديمة، فيقولون يقولون بأزلية الأقانيم كده، أو يعتقدون أنها قديمة. وقولنا البشرية احتراز من اعتقاد الجاهلية أنه عندهم البشرية تنافي الإيه؟ تنافي الرسالة. وقولنا التي لا تنافي احتراز من اعتقاد اليهود، يبقى احترز من إيه؟ من النصارى واليهود واعتقاد الجاهلية بهذه الجملة الأعراض البشرية التي لا تنافي علو رتبتهم. وقولنا التي لا تنافي علو رتبتهم احتراز من اعتقاد اليهود وكثير من جهلة المؤرخين والمفسرين اتصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنقيصة المعصية والمكروه ونحوهما. يعني كأن هذه اللي هي المعصية والمكروه هذه أعراض بشرية، ولكن إيه؟ تلحق بهم النقائص ما لا يليق به بعلو رتبتهم، فهذه لا يوصفون بها مع كونهم من البشر. لا شك أن الناس باعتبار تعظيمهم للرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: مفرد ومفرد وهما هالكان، ومتوسط وهو الناجي بفضل الله تعالى. يعني هلك بسبب اعتقاده في الأنبياء والمرسلين هلك الطائفتان، الطائفة المفرطة والطائفة المفرطة، ولم يكن من أهل النجاة إلا المتوسط اللي هو المقتصد. يعني المفرط ده اللي هو ألحق بهم ليه؟ النقائص والصفات التي لا تليق، ده المفرط. والمفرط اللي هو من بالغ وأخرجهم عن كونهم أو عن دائرة أنهم بشر. والمتوسط اللي هو اعتدل، يعني أعطاهم الصفات اللائقة بهم مع كونهم من البشر. يعني مثلا المشركون اعتقدوا أن البشرية تنافي الرسالة، وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم كده، فأثبت القرآن الكريم بشرية للأنبياء، والأنبياء ده لا يكونون إلا بشرا ليقع الاختبار، أما لو كانوا من الملائكة كما قال القرآن الكريم ولو أنزلنا ملكا لقضي وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، ولو جعلناه رجلا وللبسنا عليه ماله، فلا بد أن يكون من البشر ليقع الاختبار والامتحان والابتلاء، ومع ذلك لهم صفات فوق ما للبشر اللي ثبتت لهم بمقتضى النبوة والوحي والعصمة والرسالة. فلازم يكون عندك ميزان معتدل،
لا افراط ولا ايه ولا تفريط. فلو جاوزت اخرجتم عن صفة البشرية انت ايه مفرط، ولو انتقصتهم والحقت بهم العيوب والنقائص يبقى انت وقعت في التفريط، اما ان تقع في التفريط او تقع في الافراط. فلا بد من ميزان الاعتدال كده، زي ما قال ايه بعضهم محمد صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه ليس كالبشر، فانه ياقوتة والناس كالحجر، مع انه الياقوت ده من نوع الحجر، ولكن هل الحجر النفيس الاحجار الكريمه زي الاحجار اللي مثلا بتقبع بها النجاسه، الاحجار انت بترميها في البيت؟ لا، شتان. لا شك ان الناس باعتبار تعظيمهم للرسل عليهم الصلاه والسلام ثلاثه اقسام: مفرط ومفرط وهما هالكان، ومتوسط وهو الناجي بفضل الله تعالى. وعن القسمين الاولين احترزنا بالقيود التي ذكرناها في تفسير الجائز على الرسل عليهم الصلاه والسلام، واحترزنا بالاعراض وهي الصفات الحادثه المتجدده. ابقى الان فهمنا كلمه الاعراض يعني الصفات الحادثه المتجدده. واحترزنا بالاعراض وهي الصفات الحادثه المتجدده من الصفات القديمة التي هي صفات الإله. وده فرق جوهري ممكن يعني تكتبه، انه الفرق بين الصفة القديمة والصفة الايه؟ والصفة الحادثة، وهو ان الصفات الحادثة اعراض، اما الصفات القديمة ليست اعراضا. ليه؟ لانها لا تتجدد ولا تفنى ولا تنعدم، الصفات ازلية قديمة قائمة بذاته تعالى، ولم تسبق بعدم ولا تفنى، كيف تكون اعراضا؟ واحترزنا بالاعراض وهي الصفات الحادثة المتجددة من الصفات القديمة التي هي صفات الإله جل وعلا، فلا يصح أن يتصف بها غير مولانا جل وعلا. يعني احنا بصفات نحن البشرية يقال لها صفات مجازا، في الحقيقة هي أعراض. ليه؟ لأن الصفة دي بتبقى قائمة بالموصوف، الصفة دي تدل على إيه؟ على الثبات والدوام. كلمة الصفة، فاكرين الصفة المشبهة واسم الفاعل؟ ايه الفرق بينهم؟ ان دي تدل على الثبات واللزوم، انما اسم الفاعل يدل على حدث، زيد ضارب، ضرب، وقع الضرب وانتهى. انما لما نقوله كريم الوجه او حسن ده ايه فيها معنى الدوام وايه والثبوت، حسن وجهه. بخلاف الفعل فيه معنى ليه؟ الحدث والانقضاء. فهي الصفات البشرية في الحقيقة هي أفعال أعراض، ولذلك تسمى صفات مجازا. أما الصفات الإلهية فإن هي دي حقيقة الصفات، دي الصفة الحقيقية. ولذلك من أحكام الصفات الإلهية أربعة، كل صفة قلنا يقتضيها أو لها كام؟ أول حاجة وجود الصفة، اثنين وجوب الوجود. شوف وجوب الوجود، اما انت جاء الصفات بتاعتك جائزة الوجود وليست واجبة. بعدين الوحدة، هي معنى الوحدة ان الله تعالى في هذه الصفات ليس له مشارك. اما لما لهش مشارك، اما اللي احنا بنتصف بنفسي، قال لك الاسماء بس فقط، اسمه علم، اسمه قدرة بس فقط، انما الحقيقة مختلفة، لان الله تعالى لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. يبقى معنى كده انت لك فيها مشارك ولك فيها مماثل، انما الله تعالى هو الموصوف حقيقة بالعلم. ولذلك اي علم اخر ما يعتبرش، ما نقولش ليس كعلم الله. هو اصلا يعني كيف يقارن بين الشيء ونفسه؟ يعني علوم العالمين والمفكرين والأدباء والكاتبين والمتكلمين كل ذا ذرة من علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا كله من العلم. فكيف نقول ليس علم غيره كعلمه، مع أنه من علمه؟
فكيف نقارن بين الشيء ونفسه؟ ألم يقل سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم، من العلم الإلهي، من علم الله، إلا قليلا. يبقى كل هذه العلوم راجعة إلى علمه تعالى، لأنه أحق بكل شيء علما. يبقى إذن لا توجد لغيره صفة أصلا. أما مجازات، استعارات، كناية، أي حاجة زي ما نقول، إنما الحقيقة هو وحده الموصوف، ملوش مشارك في العلم. لو أنت فين العلم؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، وأعطانا يعني من فيض علمي. فهل نيجي نقول علم نحن ليس كعلمي؟ حتى مجرد نفي المثلية لا يصح، لأنه ما فيش أصلا حاجة عشان نقارنها. أو ما أنتم تسألون عن هذا، مش أنا اللي بتكلم. مش شغالة مولانا؟ ما فيش حاجة شغالة خالص غير أنا بس فقط اللي شغالة. واحترزنا بالأعراض. نعم. كل صفة لا إيه أول حاجة أول شيء أنها أول كل صفة لها تقتضي أربع مطالب. كل صفة أول شيء الوجود، اثنين وجوب الوجود، وجوب الوجود بمعنى لا يصح أن يتصف الله تعالى بغيرها أو بضدها، أو لا يصح أن لا يكون موصوفا بها. ثلاثة الوحدة، يعني واحدة بس، واحدة معناها لي هو وحده، وملوش هو كمان صفتان من جنس واحد، علمان ولا قدرتان. والعلم صفة له وحده، أما الغير مجاز ليس حقيقة. خلاص كده. يبقى إذن كل ما في العلوم البشرية، علوم الملائكة والجن، دي ظلال علمه تعالى. بعدين عموم التعلق، أهم الأربعة. واحترزنا بالأعراض وهي يعني معناه إيه؟ العلم عام التعلق، بمعنى أنه يحيط بجميع أقسام الحكم العقلي، الوجوب والاستحباب، يعني يعلم الله تعالى كل شيء عمومه. ارفع كده الميكروفون ولا جرب كده عشان يشوف الصوت عندك. الله الله، يبدو المسألة بتتصل بالحجارة. الله 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 الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم احمد، كل يوم عاوزين 10 حجار، ده الراك شغال من الفجر، ده كل واحد عاوز له حجر. المسألة تتعلق بالحجارة مش بالحديد، الحجر كده. هم اللي عاوزين. يلا واحترزنا بالأعراض وهي الصفات الحادثة المتجددة من الصفات القديمة التي هي صفات الإله جل وعلا. كنت بتقول ايه؟ عموم التعلق، يعني قدرة تتعلق بالممكن بكل ممكن، لا يشذ عنها ممكن. والعلم يتعلق بكل معلوم، لا يشذ عنه معلوم، بكل معلوم، يعني عامة التعلق. ما فيش مثلا علم يتعلق بمعلوم دون معلوم، لا بالكل، أو ده العموم ده. والقدرة تتعلق بكل، كل واحدة في العموم في ايه؟ فيما يخصه. خد بالك، يعني القدرة مش عامة، عام في الممكن، والمستحيل عام في العلم، عام في الثلاثة كده؟ أو ده عموم التعلق، يعني عامة فيما تعلق به، أو ده عموم التعلق. فالعلم بيتعلق بإيه؟ بجميع، يعني العلم معناه تعلق، وتعلق انكشاف، بمعنى أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا فيما هو واجب ولا ممكن ولا مستحيل. فلا يقال ينكشف شيء دون شيء، الكل منكشف له. والقدرة عامة التعلق بكل ما هو ممكن، والممكنات إيه؟ ها؟ لا نهاية لها، لا تتناهى، فكذلك القدرة لا تتناهى. فلا يصح أن يتصف بها غير مولانا جل وعلا. خد بالك، فلا يصح أن يتصف بها
غير مولانا الصفات القديمة، والحادثة هي من الصفات، ده اسمها بس صفات ليس الصفات، هي اسمها صفات. وقد كفرت النصارى بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم في حق سيدنا عيسى عليه السلام، فجعلوا صفة العلم القديم. احنا قلنا إفراط وإيه وتفريط، النصارى عملوا إيه؟ أفرطوا. وقد كفرت النصارى بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم في حق سيدنا عيسى عليه السلام، فجعلوا صفة العلم القديم قائمة بجسد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ده إفراط، ده إفراط. أفرطوا في حق عيسى فأقاموا به الصفة القديمة، فجعلوه إلها، لذلك فجعلوه إلها. يعني الصفة هي دي صفة العلم قائمة بذات مولانا تبارك وتعالى. هم لما اعتقدوا ألوهية عيسى لازم حيدوا له نفس الصفات، حيدوا له صفات من صفات المولى، فجعلوا صفة العلم قائمة بجسد عيسى عليه السلام فجعلوه إلها. فجعلوه إلها لذلك على خط له شديد وتقليط عظيم لا يقوم به عاقل. يعني عندهم لبس وتخبط وعدم وضوح. كان واحد يدرسنا في النصرانية كان يقول لنا كل نصراني ليه عقيدة واحده تخالف عقيدة النصراني الثاني، يعني كل واحد فهمها بفهمه هو الخاص فيه، ولذلك لا يمكن اثنين اتفقوا مع بعض، كل واحد فهم العقيدة لانها ما تتفهمش، وكل واحد حاجة ما تتفهمش. لو قلت لك شيء لا يفهم هتفهمه كيف؟ كل واحد هيفهمه باجتهاده بحسب ما يفتح عليه هو. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني مسألة التجسد ده، واحد كان قس بيكتب كده، هو اللي بيكتب مش احنا، انا قرأت له بيقول انه كون الاله يتجسد هذه قضية تخالف العقل وتخالف الدين وتخالف المنطق وتخالف التاريخ، هو اللي بيقول كده، ومع ذلك نؤمن بها ونرى ان ذلك حق. ليش؟ كده وخلاص من غير حاجة، احنا اصل مؤمنين، وعشان تكون مؤمن لازم تؤمن بالحاجة اللي محدش يؤمن بها، عشان كده تبقى انت مؤمن حقا. ومع ذلك نصدق ونقول ان هذا نؤمن به ولو لم يكن معقولا، لان قضايا، شوف التعليل البارد، لان قضايا الايمان فوق العقل. طيب خلاص كده يؤمن باي حاجة اذا كان ما فيش لغى العقل والحاجة دي كلها فوق العقل، اللي حيؤمن بأي شيء. يعني أنا المفروض لما أقول له أنا المسيح المفروض يصدق، مش بيقول فوق العقل، ليه هنا عقلت إن أنا مش المسيح وأنت كذاب؟ كان الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه يقول أنا جبت واحد من القساوسة الكبار فلم أجده يعرف شيئا في المعقولات، وجدته في غاية البعد عن العقل، قال فجادلته فلم أجده يفهم شيئا، رغم أنه إيه يعني لحية كبيرة ومنظر كده، يعني تكاد لما تشوفه تقول عليه ده يعني حاجة كبيرة، يعني علامة أو حبر أو حبر، حاجة مضينة الطينة. فقال فعلمته، قال علمته ايه؟ علمته قاعدة يعني من الامور العقلية، قال لأناظره او لأناقشه بها، يعني قال علمته حاجة عشان خليه يعرف يتكلم معاي، فاداله علمه عشان يناقش، يعني كأن انا بعلمك عشان ترد علي، قال عملت معاه كده، هي القاعدة العقلية اللي علمها له، علمه قاعدة واحدة بس، قال له يلزم من وجود دليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. قاعد يحفظها له ساعة وكلمتين، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. طبعا ما عرفش يفهمها الا طبعا بالمثال، فقال له يعني ايه الدليل على وجود الله؟ قال له العالم.
يبقى معنى كده يلزم من وجود الدليل وجود الايه؟ وجود المدلول. يبقى يلزم من وجود العالم وجود الله، لان العالم لولا وجود الله تعالى لا يوجد. يلزم من وجود الدليل وجود الايه؟ المدلول. فهمت؟ قال له فهمت. وبعدين قال له ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. قال له كيف دي؟ قال له يعني معناها قبل ان يوجد العالم، يعني في الازل كان في اله ولا ما فيش؟ قال له كان في، قال مدلول هو موجود مع انه الدليل غير موجود. ولا يلزم من عدم الدليل عدم ايه؟ عدم الدليل. فهمت؟ قال له فهمت. فقال له تعالى، احنا قلنا خد بالك قلنا ايه؟ يلزم من وجود الدليل وجود المدلول. احنا عاوزين منكم يا حضرات النصارى المسيحيين دليل على ألوهية عيسى. احنا قلنا يلزم من وجود الدليل وجود الايه؟ وراح كده ايه بلم شويه كده، وعاوزين دليل على انه عيسى اله. قال له ما ظهر على يديه من خوارق المعجزات مما لا يقدر عليه الا الله او الا اله. ظهر على يده احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص، وكان يعلم الغيب وينبئكم بحاجات عندنا نعترف بها. وهذه الامور لا يقدر عليها الا الله. مين يقدر يحيي الموتى؟ لما انا احيلك ميت واقول لك انا اله هتعبدني على طول من غير شيء. فقال له كده ظهر على يديه من خوارق المعجزات ما لا يقدر عليه. هو ده الدليل عندنا على ايه؟ قال احنا قلنا يلزم من وجود الدليل وجود الايه؟ المدلول. طيب الم تظهر معجزات وخوارق ايات على يد موسى وعلى يد ابراهيم؟ وده موجود عندكم في العهد القديم وفي الانجيل موجوده خوارق. قال له نعم ظهر. واحنا قلنا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، فيلزم ان يكون موسى اله وابراهيم والانبياء. ده موسى عمل حاجه ما عملهاش اسمه، ضرب البحر فانفلق كله. ده المفروض يكون ميت وقام مش مشكلة، انما بحر جبال وطرق، يعني ده حاجة اكبر. واللي عمله سيدنا ابراهيم يبقى دول كلهم آلة. ليه انتوا خصيتوا عيسى؟ راح ما اتكلم يقول ايه؟ والله ده احنا لقيناها كده العجيب. خلاص احنا الجزء الاول قال خلصنا منه ولا لا؟ نرجع للجزء الثاني. ولا يلزم ايه رايك؟ ما يمكن انا وانت ايها القس والخنافس والعقارب نكون الهه؟ قال لا يستحيل. قالوا ليه؟ قال ما فيش دليل على كده. ما قلنا لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. ما جايز نكون احنا في انفسنا آلهة ولا يوجد دليل على ذلك. ولا يلزم من عدم الدليل عدم ليه؟ المدلول. قال فتحير. يبقى اذا عقيدة، ما فيش عقيدة تخال عرف الوثنية ممكن تمشي مع العقل شوية، انما النصرانية لا تمشيش مع العقل، حاجة ضد العقل على خط مستقيم. يعني عاوز تبقى مسيحي الاول ادخل سراية المجانين. الله. واحترزنا بقيد البشرية كالأكل والشرب والمرض ونحوها من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام. خد بالك، والأول احتراز من الصفات الايه؟ الإلهية. وبعدين احترز بقيد الأعراض البشرية كالأكل والشرب والمرض من صفات الملائكة. ليه؟ لأنه لو لم يتصفوا بالأعراض البشرية لكانوا ملائكة. يعني لو جاء نبي وما لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق ولا يدخل حمام يبقى ده إيه؟ ده ملك. ده مع واحد إنه كان يأكل ويشرب ومع ذلك قالوا كده، ما أول ما شافوه كده وطلع عليهم بصورة جميلة كده لم يعهدوها في بشر، قالوا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، رغم إنه شايفينه بياكل ويشرب. وهي غناهم عن هذه الأعراض التي وضعها الله تعالى في البشر. يعني الملائكة يعني في غنى عن الأعراض، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون كده ولا ينامون ولا يتغوون. ما دام تنتفى الأكل والشرب هتنتفي بلاوي كثيرة قوي. يعني مش مقصود بالاكل والشرب بس، يعني العرق حينتفي لانه ناتج عن الموضوع ده، الدوره الدمويه ما فيش، معده ما فيش، لا ياكل ولا يشرب. عاوز المعده ليه؟
والامعاء والاثنى عشر والبن كله ده ايه والامراض طبعا السكر والضغط كله ده ما ايه مش موجود خالص. انتفاء الاكل والشرب هينفي ايه اشياء هينفي كل هذه الاشياء يعني الاكل والشرب ولا وازمها. ويتناهم عن هذه الأعراض التي وضعها الله تعالى في البشر، فلا يشترط ذلك في الرسل عليهم الصلاة والسلام لعدم توقف الرسالة عليها. يعني عليها يعني على إيه؟ على نفي، على نفي هذه الأعراض. وليس من الملائكة عليهم الصلاة والسلام عنها لذواتهم، بل جعل الله تعالى لهم ذلك. يعني مش ذات الملك كده، ممكن ربنا يجعل الملائكة يأكلون ويشربون وإحنا اللي ده يعني بما جعلهم الله أو بما خلقهم الله تعالى عليه. يعني لو ركبت فيه شهوة هيجوعك هياكل عشرة مننا لو يعني، إنما لا منفي عنه ذلك لأن الله تعالى جعل لهم ذلك وليس لذواتهم. وقد كفرت الجاهلية بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم أيضا بزعمهم أن هذه الصفات البشرية ناقصة لا تليق بمرتبة الرسالة وإنما تليق بها صفات الملائكة، فكفروا وكذبوا بسبب ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني لما كفروا وكذبوا الرسل بسبب هذا الاعتقاد، لأن الله قال من رسول ما جاء لم يأتي على حسب ما يعتقدون إذا معناه مش رسول إذا حيكذب الكذب على طول. وقالوا فيما أخبر الله تعالى عنه أبشر يهدوننا. شوف يعني حي أبشر يهدوننا إيه ده يعني حي كانوا بينتقصوا العملية دي كيف نتهدي على يد بشر وانت اصلا مش هتتهدي حتى لو بعت لك الملائكه برضه مش هتتهدي. ان انتم الا بشر مثلنا. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يعني شايفينها حاجه غريبه كيف رسول يروح السوق ده، احنا لو واحد من الازهر راح السوق الناس تستغرب ايه ده يعني واحد ازهر دخل بالعمامه السوق وشايل طماطم معاه وشايل ربطه فجل او يعني تلقى الناس امال لو رسول فعلا الناس معذورين كتر خير الناس. ولو انكشف الحجاب عن قلوبهم لعرفوا ان في وقوع هذه الاعراض البشريه بالرسل عليهم الصلاه والسلام كمالات لهم في انفسهم وتكميلات متكاثره لاممهم بحيث يرتبطها الملائكه الكرام. ده هم لو انكشف الحجاب والران والعاده والاشياء العقليه لعلموا ان هذه وقوع الاعراض البشريه بهم كمالات لهم في انفسهم وتكميلات متكاثره لاممهم، يعني كمالات لهم وتكميل. هي الفرق بين كمال وتكميل، ان هو اساسا موصوف بالكمال، اما انت عندك النقص الامم فيحتاج الى تكميل، انما هو يقال كمال من بدايته ولا يقال تكميل لانه هذا يشعر به بوجود النقص، انما بالنسبه للامم تكميل. ولو انكشف الحجاب عن قلوبهم لعرفوا ان في وقوع هذه الاعراض البشريه بالرسل عليهم الصلاه والسلام كمالات لهم في انفسهم وتكميلات متكاثره لاممهم بحيث يرتبطها الملائكه الكرام. يعني الملائكه تغبطهم على ايه؟ على هذه الكمالات، تغبط الرسل وتغبط امم الرسل عليهم الصلاه والسلام. ويتمنون وجود مثلها لهم لما فيها من الآداب الرقيقة والعبادات الدقيقة التي لم يجدوا مثلها في عبادتهم. يعني مثلا صبر الأنبياء في حال المرض مش كده؟ والجوع لما كان يربط على بطن الشريف وكده حاب في منزل عظيمة ومتحمل المشاق. أو الملك ما عرفش يحص المنزل دي لأنه أساسا لا يجوع ولا يمرض، فيغبط النبي على المنزل ويتمنى أنه لو كان هو بشر ويجوع ويتعرض لهذه المصاعب ويضرب مثلا بالسهام أو كذا، فما فيش فيهم الأعراض البشرية. عاوزين يقاتلوا المشركين معانا وعاوزين يتعرضوا مثلا للنبال والسيوف والسهام، لكن
لا يستطيع المشرك أن يقتل من لا يراه مثلا ولا يقع تحت التحكم أو فإذا هم يقبضون الأنبياء. ليه؟ لأنه فيها رفع لمنزلتهم وبيان لمكانتهم. نعم. ويتمنون وجود مثلها لهم لما فيها من الآداب الرقيقة والعبادات الدقيقة التي لم يجدوا مثلها في عبادتهم. مش قال أجوع أجوع يوما فيه فأصبح أشبع يوما أبو الملك يعمل إيه حيجوع كيف ها؟ وحتى لو حب يجوع نفسه مش هيعرف طبيعته مخالفة ليه ماشي. هذا مع ما فيها من تأنس الأمم ودفع الوحشة عنهم بمخالطة من هو من جنسهم. ما لو خالطهم شوف المغفلين عاوزين قال حد قال ما مش هيحدث ليه الأنس التأنس ودفع الوحشة ولا حنعرف نتأسى حتى في الأسوة. فلا ضروري انه هو يكون رسول بشر عشان يقع الاستئناس وتقع المخالطة وتقع بهم يقع بهم التأسي. يعني لو راح يقاتل مثلا وقال لهم تعالوا قل انت ملك هيدق بالرصاص ولا رصاصه هتيجي فيك ومش فيه وبعدين انت اساسا بتقاتل عشان مش بتجوع انما وهيتعللوا. نعم. فلازم يكون اما هو زيكم ومنكم وبشر ومع ذلك بيتعرض فما يبقاش لواحد فيهم اي حجه ولا اي اعتراف. هذا مع ما فيها من تأنس الامم ودفع الوحشه عنهم بمخالطة من هو من جنسهم ومتصف بحسب الظاهر بصفاتهم وأمكنهم لأجل الجنسية والمخالطة أن يعرفوا أمانتهم الجنسية يعني هو من جنسه مش من جنس ثاني من جنسه وأمكنهم لأجل الجنسية والمخالطة أن يعرفوا أمانته يعني يختبر أمانته وصدقه ونصيحته ويأخذ عنه التلقي عشان هو من جنسهم. إنما لو مش من جنس كيف يختبرون أمانته وكيف يعرفون صدقه؟ أنت ممكن تكون مخاوي جن لك 50 سنة وما تعرفوش إذا كان كذاب ولا صح. هتعرف كيف لما يقول لك أنا كنت مثلا في العباسية؟ هتعرف كيف؟ هتروح تسأل مين هناك أنت كان عندك ده ولا ما كانش عندك كيف تعرف صدق؟ إنما ده ممكن تتصل بالموبايل ممكن تروح المكان تسأل الناس اللي هناك هو من جنسك تعرفه. إنما الملك والجن ليس فحيقع الاختبار وحيقع الائتساء بهم. وأمكنهم لأجل الجنسية والمخالطة أن يعرفوا أمانته وصدقه ونصيحته والتلقي منه ولو كان ملكا لتعذر ذلك كله منه. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو جعل أو كان الملك رسولا لتحول إلى بشر وفي هذه الحالة هيحدث لي اللبس وينكروا ويقولون أنت لست ملك وإنما أنت بشر إحنا اللي شايفونه قدامنا رجل شايفين بني آدم. يعني معناها حتى لو انقلب إلى مش ممكن إيه هيصدق إنه ده إيه إنه ده ملك. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا. يبقى الملك هيمشي في الارض مهدد كل شيء يبص يمين ويبص شمال. ليه؟ لانه عاوزين يختبروا هل ده ملك ولا لا. عندهم انه الملك اذا تشكل لا تحكمه الصوره انما الجن لو تشكل في اي صوره وقتلته الصوره تحكمه انما الملك ما تحكموش الصوره. فالان كل ما يجي واحد يقول له ما انا رسول وهو يكون ملك عاوزين يتاكدوا فروح يحاولوا قتله فكل الملائكة هيقولوا في حالة رعب وتهديد مش هيمشي في الأرض مطمئنين على أنفسهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه؟ رسول فيحاولوا قتله. ليه يحاولوا قتله؟ يقول لك والله لو مات يبقى إيه؟ يبقى إنسان زيه زينا لو شفنا الدم سال وكذا ولو ما مات شو اختفى يبقى ملك. يعني هيجربوا كده في كل الملائكة اللي هيشوفوهم. ولو كان ملكا لتعذر ذلك كله منه. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فعامل سبحانه الخلق بمقتضى الفضل العظيم والرحمة واللطف بأن بعث إليهم رسلا من أنفسهم ظاهرهم بشري
من جنس الملعون. وذلك لما النجاشي قال لملك المهاجرين لما تكلم مع النجاشي سيدنا جعفر قال له بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف صدقه وأمانته. لو كان الرسول من غير البشر كان النجاشي يسألهم كيف عرفتم صدقه، كيف عرفتم أمانته، كيف كيف، ما كانوا يستطيعون جوابا. إنما لما كان منهم قال الله إحنا عارفين متربي معانا. تعامل سبحانه الخلق بمقتضى الفضل العظيم والرحمة واللطف لأن بعث إليهم رسلا من أنفسهم ظاهرهم بشري من جنس مبعوث إليهم وباطنهم ملكي بل أعلى. شوف كده كلمة باطنهم ملكي ده مش معناها تفضيل لهم بالدرجة، ده هم ده مرتبتهم فوق مرتبة الملائكة يا بني آدم. يفهم ده هو عاوز يقول لك الباطن ده أنت شايف إنه الملائكة باطنهم بل أعلى، وفي الحقيقة أعلى ده الملك منزلته أقل، بس هم شايفين اللي زيهم ده لازم يكون زيهم في كل حاجة وشايفينهم نفسهم في مرتبة أقل، فكيف يبقوا أعلى من الملائكة؟ فما عارفينش قيمة الرسل، ده نعمة كبيرة جدا لو فهموها يعني كانوا شالوا التراب اللي تحت أرجل الأنبياء والمرسلين. ولهذا اتسعت قلوبهم عليهم الصلاة والسلام. مرة سيدنا أنس بن مالك تطاول عليه الحجاج في كلمة، فبيقول له يعني أنس بن مالك الحجاج الثقفي، لما يقول له يعني كيف تتطاول يعني تطاول عليه في الكلام او تجرع، مع انه سيدنا انس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنه. فقال له والله لو ان اليهود بلغهم ان رجلا خدم حمار العزير لعظموه واكرموه. واحد خدم الحمار اللي مع العزير، فكيف برجل خدم نبيكم صلى الله عليه وسلم تعملوا معاه كده وتتطاولوا عليه وتسفه رايه؟ والنصارى لو واحد مثلا خدم حمار المسيح لو حتى مع كان عمل يوم معه. ولهذا اتسعت قلوبهم عليهم الصلاة والسلام لمخالطة الفريقين ومراعاة الجانبين. يعني هو في الباطن أعلى من الملك وفي الظاهر بشر، فلهذا اتسعت قلوب الأنبياء لمخالطة الفريقين ومراعاة الجانبين. يعني له اتصال لهم اتصال بأممهم ولهم اتصال بالملائكة بالعالم الغيبي، فلازم يكون النبي يشوف بكيفية يتحمل الجانبين يتلقى من هنا ومن هنا، فلازم يكون بكيفية كده، بكيفية في الباطن كيفية إيه؟ ملائكية بل أعلى، وفي الظاهر بشر. وهذا ما يؤكد أن الأنبياء في الظاهر بشر، لأن في حقيقة الأمر حاجة تاني جنس تاني أعلى من الملائكة. ليه؟ لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ده تفهمها كده، لهم يعني يرون من الخلف كما يرون من أمامهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول استقيموا أو سووا صفوف كانش يبص وراء الصفوف، كان في القبلة، إني أراكم من خلفي. اللهم صل. ده بيراك الملائكة ما عندهمش الخصوصية دي إنه يرون من الإيه؟ من الخلف. ده موجود عند مين؟ عند الأنبياء. وأما قولنا التي لا تنافي علو رتبتهم فاحترزنا به من الغفلة عن جانبهم الرفيع والتفريط بسبب مشاهدة ظواهرهم البشرية بمراعاة قدرهم العلي وملاحظة اعتناء المولى بهم ورفع مقامهم الأكمل فوق جميع الخلق. شوف كلمة فوق جميع الخلق يدخل فيها الملائكة ولا ما يدخلوش؟ نعم يدخل. وقد ضلت اليهود أدام الله ذلتهم فأساءوا الله بعض الصلاة. كلنا ما مسكناش نفسنا.
مسكناه